صباح الفل عليكم شباب وشابات ثانوية عامة، معاكم ترينر جورج صبحي مؤسس كورسات بيرفكت انجلش لكورسات اللغة الإنجليزية. عندنا prepositions and expressions. ال prepositions عموما اللي هي حروف الجر. فعندنا كلمة midday، midday يعني نص النهار. احنا اتفقنا ان كلمة mid يعني منتصف، وday يعني يوم، فميد داي يعني منتصف اليوم، يعني الساعة 12 الظهر. اوكي، فات ميد داي لما اقول بالليل ات نايت. كومبيت يعني يتنافس مع، جت منها كلمة كومبيتيشن. كومبيتيشن يعني منافسة. فكومبيت، خلي بالكم، كومبيت مش كومبليت. كومبيت يتنافس، كومبليت يكمل، تمام؟ فكومبيت بيجي معاها ويز، يبقى مثلا فلان هيتنافس مع فلان التاني ده علشان يكسبوا الميدالية الذهبية. يبقى أحمد will compete with his friend Mona to win the gold medal مثلا. واضح؟ فcompete with اللي هي يتنافس مع. happy يعني سعيد، happy with سعيد بي، تمام؟ expert يعني خبير، يعني حد فاهم كويس قوي في المجال ده. an expert on أو an expert in، ممكن يجي on وممكن يجي in، الاثنين صح، معناها انا خبير في الانجليش مثلا. يبقى I am an expert in English او on English، تمام؟ in medicine او on medicine، الاثنين ينفعوا. make a story into a film، لما يكون في قصه واحد كتبها وبعد كده يجوا بعد شويه مثلا يقول لك ده القصه دي حلوه قوي، طب ما تيجي نعملها فيلم، فيقول لك make a story into a film. السؤال يجي في الامتحان ان هو يوقع لك البريبوزيشن مثلا ويجيب لك in وon وinto وof مثلا، أو يجي مثلا يشيل لك كلمة ميك ويقول لك ميك ولات ودو وهاف مثلا. فحضرتك لو حافظ الاكسبريشن السؤال ده درجة ببلاش بالنسبة لك، أوكي؟ فميك أ ستوري إنتو أ فيلم يعني حول قصة لفيلم. بيليف يعني يصدق. بيليفر يعني مؤمن. وعكسها ديس بيليفر، يعني نحط دي أي إس قبلها. بيليف ذا فيرب معناها يآمن بشيء. يعني لما اقول we believe in God يعني احنا نؤمن بوجود الله. طب لما اقول believer ده المؤمن نفسه، اوكي؟ طب لو قلت disbeliever يعني غير مؤمن، اوكي؟ وبيجي معاه دايما preposition in، يبقى مؤمن بحاجه يبقى a believer in. مثلا I am a believer in the power of technology مثلا، يعني انا مؤمن بقوه التكنولوجيا. مش لازم تكون بليف ليها علاقه بالايمان الديني يعني أو إيمان بوجود الله، لأ، معناها أنا مؤمن بقوة الكتب، مؤمن بقوة التكنولوجيا، تمام؟ فدايماً دي بنتحرك فيها، a believer in. know a lot about يعني يعرف الكتير عن، know a lot about، وخلي بالكم إن a lot كلمة واحدة مش كلمتين، كلمتين آسف مش كلمة واحدة، ساعات بتيجي في الترجمة يقوم عاملها لك كده، وأنت تبقى مش فاهم هي الغلطة فين وتختارها، بس كلمة a lot دي كلمتين مش كلمة واحدة، الإيه كلمة لوحدها ولات كلمة واحدة. know a lot about يعني يعرف الكثير عن. on average يعني في المتوسط. on average يعني في المتوسط، يعني مثلا أقول لك في أمطار بتهبط على أثيوبيا مثلا، في المتوسط بتبقى 50 مليار متر مكعب في السنة مثلا. ممكن يبقى سنة تبقى 60، ممكن سنة تبقى 30 40، يبقى ده on average. يجيب لك برضو البريبوزيشن، يجيب لك on ده، يشيل لك البريبوزيشن. write by hand يعني يكتب بإيديه، يجي يقول لك باي ولا ويز، هي الاكسبريشن رايت باي هاند، تمام؟ جيف مي ا هيديك يعني يتسبب ليا بصداع، يجيب لي صداع، يعني لما اتفرج على الكمبيوتر كتير 10 ساعات في اليوم عينيا توجعني ويجيني صداع. يبقى الكمبيوتر جيفز مي ا هيديك، او واتشنج ا لوت اوف كمبيوتر او ا لوت اوف موفيز او واتشنج ا لوت اوف تي في جيفز مي ا هيديك، يعني بيتسبب لي في صداع، بيجيب لي صداع. اوكي، هي كده جيف مي ا هيديك. طبعا ايك لوحدها يعني الم او وجع، فلو سناني وجعاني اقول ايه؟ tooth ache. دماغي وجعاني اقول ايه؟ headache. ظهري وجعاني اقول ايه؟ back ache، تمام؟ معدتي وجعاني عندي مغص اقول stomach ache، تمام؟ وهكذا. be thought of as ده expression على بعضه معناها يعتبر او يعد او يظن او ينظر اليه كانه. ده الاكسبريشن على بعضه كده. be thought of as. يجيب لك of دي يشيلها لك ويحط لك of اللي هي بدبل اف. يحط لك فور، يحط لك about، يحط لك on، يشيل كلمة thought دي ويحط لك think أو thinking أو to think، يشيل كلمة as دي ويحط لك كلمة like، تمام؟ فلو أنا حافظ الاكسبريشن وفهمه الموضوع بالنسبة لي في منتهى السهولة.
midnight اللي هو نص الليل الساعة 12 بالليل، فبرضه بيجي معاها at midnight. dawn اللي هو الفجر الساعة 5 الفجر، ساعات برضه بنسميها dawn وساعات بنسميها daybreak. daybreak برضه معناها الفجر، يبقى dawn أو daybreak معناها الفجر وبيجي معاها at. compete احنا قلنا هنا compete with يعني يتنافس مع حد، يعني انا واحمد هنتنافس عشان مين اللي يكسب الميداليه الذهبيه مثلا، انما compete for يعني يتنافس من اجل. اوكي يعني احمد and منى compete with each other to win the gold medal. اوكي انما احمد competes for the gold medal يبقى يتنافس لاجل الميداليه الذهبيه، انما compete with يتنافس مع فلان عشان يكسبوا الميداليه الذهبيه، ده الفرق. يبقى compete with someone ممكن someone ده يكون organization، يعني مثلا مايكروسوفت competes with Apple to win مثلا a big share of the computer market in the United States of America. تمام؟ يبقى compete with حد بيتنافس مع حد، او مؤسسه بتتنافس مع مؤسسه، او دوله بتتنافس مع دوله. انما compete for التارجت بقى، انا عايز التارجت، بيتنافسوا لايه؟ فمثلا we compete for success مثلا، we compete for the first grade، we compete for the full mark. تمام؟ يبقى دي يتنافس مع، دي يتنافس لأجل. يكتب يعني رايت، انما يعمل كتاب على الكمبيوتر اسمها ايه؟ اسمها تايب، وبيجي معاها البريبوزيشن اونتو، تايب اونتو ذا كمبيوتر. استابليش يعني يؤسس. لو قلت ان فلان مثلا محمد صلاح مثلا استابليشد هيم سيلف از وان اوف ذا جريتست فوتبولرز او ايجيبشن فوتبولرز ان ذا 20th اند 21st century، يبقى هو هنا معناها حقق لنفسه مكانه، established himself as، اوكي حقق لنفسه مكانه، establish himself as. translate يعني يترجم، جت منها كلمه translation، translation اللي هي الترجمه. لما اقول translate يبقى ايه؟ هيترجم. لو عايز اترجم من عربي لانجلش او من انجلش لعربي اقول لك translate into English او translate into Arabic، ما بقولش to، يعني هي بتبقى دايما translate into. لو مفيش into خلاص ممكن اخد to. يعني لو انا قدام اربع اختيارات فيها translate ونقط Arabic مثلا وجاي of و for و about و into، هناخد into. لما اقول واحد ان هو، احنا المره اللي فاتت قلنا ان pioneer يعني عنده الرياده او رائد، يعني زي مثلا مجدي يعقوب is an Egyptian pioneer in the field of heart surgery، اللي هو واحد من الرواد في مجال جراحة القلب يعني. فلما اتكلم على حد اقول the father of the modern novel، يبقى هو اب هنا، اب هنا اللي هي يقصد بيها pioneer. تمام؟ اب هنا مش مترجمة اب، انما مقصود بيها رائد، ان هو اول حد كان يعمل كده. تمام؟ the father of the modern novel. average قلنا يعني متوسط، وقلنا بيجي معاها on average، on average يعني في المتوسط. لما اقول بقى by an average of يعني بمتوسط مقداره، by an average of. اوكي؟ قلت هنا average يعني متوسط، فلما اقول by an average of يعني بمتوسط مقداره. يعني مثلا لما اجي اقول لك الفرق ما بين الامطار في اثيوبيا السنه اللي فاتت والسنه دي، by an average of مثلا 100 million، يبقى انا بتكلم ان في فرق ما بين الامطار السنه اللي فاتت وفرق السنه دي by an average of مثلا 100 million، يبقى بمتوسط مقداره. تمام؟ thank يعني يشكر، دايما نقول thank you. طيب لو عايز اقول شكرا على كذا، على دي اللي هي for، يعني اقول لك thank you for helping me، شكرا لمساعدتك. اوكي في expression اسمه thanks for، اكتبه لكم يعني برضو ايه تبقوا فاهمينه اهو. thanks for، thanks for ممكن تيجي بمعنى بفضل. يعني لما اجي اقول لك thanks for technology معناها بفضل التكنولوجيا، we can communicate with each other although we don't have a physical interaction. يعني كل واحد من حضراتكم دلوقتي قاعد في اوضته وقافل على نفسه، ماما دخلت على اي حد فيكم بتعمل ايه؟ تقول له باخد محاضره. تاخد محاضره ازاي يا ابني؟ هو فين المدرس؟ ما هو المدرس قاعد في بيته. بس تقول لها thanks for technology يعني بفضل التكنولوجيا احنا قادرين نتواصل دلوقتي مع بعض. اوكي؟ ف thanks for معناها ايه؟ بفضل. طبعا ممكن اقول لك thanks for your help يبقى كده معناها شكرا على مساعدتك، فتبقوا فاهمين. ممكن اقول thank you for your help يبقى شكرا لك على مساعدتك. ممكن اقول thanks for technology يبقى بفضل التكنولوجيا، عشان دي ممكن تلعب بيها في الترجمه. ask يعني يطلب، ممكن تيجي بمعنى demand برضو يعني يطلب برضو. demand someone for something يعني مثلا ask someone for help يعني I asked Peter to help me او I asked Peter for help. اوكي demand نفس الفكره.
رايت يعني يكتب، رايت فور ا ماجازين يعني يكتب لمجله بقى، يكون مدون يكتب مقالات في مجله او حاجه. رايت فور ا ماجازين، برضو زي ما احنا متفقين ان البروبوزيشنز والاكسبريشنز بتتحفظ لان هو هيوقع لك كلمه ويجيب لك اربع اختيارات. انترستد او انترست عموما يعني اهتمام. لو قلت interested in معناها مهتم بي. طيب فكروا كده في كلمات او في expressions معناها like. كلمة keen on معناها برضو يحب. ممكن يا مستر prefer. prefer برافو. ايه كمان؟ fond of برافو. fond of ايه كمان؟ عندنا a big fan of، عندنا to be into، عندنا to be crazy about، عندنا طبعا would like، عندنا would love. اوكي كل ده معاني بمعنى انا بحب كذا. يعني مثلا I like football تساوي I am interested in football تساوي I am keen on football تساوي I prefer football تساوي I am fond of football تساوي I am a big fan of football. اللي انا بقوله ده ملوش علاقه بمنهجكم على فكره، ده ملوش منهج، بس انا بقوي لغتكم بحيث لما حضرتك تكون بتقرا reading comprehension وتلاقي مكتوب فوق a big fan of ويجي تحت يقول لك interested in تبقى فاهم ان الاثنين synonym لبعض. واخدين بالكم؟ I am a big fan of football. I am into football معناها انا بحب برضو كره القدم. I am crazy about football. طبعا would like to give verb بقى، يعني I would like to play football تساوي I would love to play football. ادي ايه دي كده فكره زي interested in. فهو ممكن يجيب لك interested تبقى فاهم ان يجي معاها in، يجيب لك keen تبقى فاهم ان معاها on، يجيب لك fond تبقى فاهم ان معاها of، يجيب لك big fan تجيب of، يجيب لك I am تبقى into، crazy تجيب about. تمام؟ would like أو would love يبقى to infinitive. تمام؟ هنا هتجيب to plus infinitive اللي هو to المصدر، وهنا هتجيب to plus infinitive. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، وما تنساش تفعل الجرس علشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله. اشوفكم بالفيديو الجاي.